يقول: هل هناك دعاء معين يقال عند خروج الروح من جسد المحتضر أو عند إدخاله القبر؟ أما عند احتضاره فالوارد أنه يلقن لا إله إلا الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، ولقوله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ينبغي ويستحب أن يلقن الميت عند الاحتضار لا إله إلا الله، وأن يلقن ذلك برفق ولا يكرر عليه ولا يضيق عليه، بل يلقنها برفق. التشهد فقط، لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله إلا الله تلقى عليه برفق. نعم. وأما عند الدفن قد ورد أنه عند وضع الميت في القبر يقال: بسم الله وعلى ملة رسول الله، كما رواه الإمام أحمد وغيره. نعم. أما أن يقال دعاء عند الاحتضار هذا لم يرد، غير تلقين الميت لا إله إلا الله. نعم. ولا أيضا عند إدخاله ولا عند إدخاله القبر غير بسم الله وعلى ملة رسول الله، لا أدعية أخرى ولا قراءة فاتحة ولا شيء مما يفعل. كل هذا ما لم يثبت السنة فهو بدعة.